جايز ضيعت ماما. اوه ماي جاد، مش لاقي ماما. اوه ماي جاد. مرحبا، كيفكم؟ اليوم الفيديو راح يكون عن تحدينا كل الاصفر ليوم كامل، ل 24 ساعة يعني. وقبل ما نبلش الفيديو تنسوا اللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، اشعارات، ويلا نبلش. فهلا انا بعد ما شفتوا حتشوفوا هلا الفيديو لما انا رحت جمعي لحالي انا وماما وجبنا هذول الاشياء ورجعت نايمة. فهلا بعد ما وصلنا لكارفور ودورنا على الألوان، أكثر لون لقيناه هو اللون الأصفر. فأول شيء لقيناه من لون أصفر هو شبس ليز أصفر. رح نجيب شبس ليز أصفر أول إشي. هلا عم ندور كمان أنا وماما على أشياء ثانية. أوه، هنجيب هذا الجلي. جبنا 2 فانتا وجبنا شبس وهذا الشيء اللي هو الكراكرز ونودلز أصفر وشبس اصفر وكيك اصفر وعصير اصفر وجلو اصفر. جايز شفت هذا اللي اكثر واحد بحبه الكوكيز، فلازم اجيب هذا فانيلا لانه حناكل اصفر اليوم. اي مس يو. او ماي جاد، ما بحب. جايز ضيعت ماما. او ماي جاد، مش لاقي ماما. او ماي جاد. فهلا رح ناكل وانا اخذت اكل ذره واخذت اكل فلفل واشرب وبدون هذا. بس انا اخترته، بس راح افرق واخذ اصفر. بس انا اخترت هذا الحليب وليمون بس كده وفلفل. فانا بعد ما فتحت هذا لقيته كتير اكسترا صغير، يعني طلعه كتير صغير. فلا شكلي حاخذ بتاعتي عشان افرق. فهلا راح اخليه هون ميرا هون عشان تساعدني وتفرق معي. بس هلا بنادي ميرا عشان تساعدني وتفرق معي. بس هلا اول شيء راح افتح الذرة. انا ما بعرف اصلا كيف افتح ذرة. فبدي اعصر ليمون. هلا عم افرق الاصفر من الالوان الثانية. سكتلز انا اجتني بهاي العلبة سكتلز 8 حبات من لون ليمون. مثل الليمون طعمه. لون ليمون؟ لون اصفر قصدك؟ جاي لون ليمون. بس في ليمون اخضر. روحتيش. اوكي. انا راح اسوي عصير ليمون بدون سكر. عندي هاي البار اللي هي كومبلكس، ما حاكلها هلا. ليه تعصر ليمون يعني؟ هلا عندنا عصير الليمون عصرناه. بحبه بدون سكر. هيك بخليك بحط مع نعناع. شو في بصحنك روان؟ فيه فلفل، فيه نيرز بس لون اصفر، وذرة فيها بصحنك. فكرة ما بيسموه نيرز، نيرز يعني اللي بيعشقوا الدراسة. ايوه انا هيك كنت احكي انا، هذا من الصندلات هيك بيحكوا عنهم. ريان شو في بصحنك؟ شوفي في فلفل اصفر، وعندي هون حليب، وعندي عصير ليمون. حليب شو لونه؟ حليب اصفر. من نكهة العيش؟ بس مش بيه مانجو على بنانا. بحب هاي. يا اخي الم من هون اصفر. اوكي هلا صار بدنا ناكل حلويات سناك يعني. اوكي انا رح ابدا بهذا الشيبس. انا هذا وها بس هذول هذا بيعد. وانا كمان رح نحضر. مرة أصفر. أوكي هلا رح نحضر شوي
وخليكم مع أغنية. هلا رح اسوي البيض الاصفر وراح اصوره. اوكي هلا هي تحب تسوي هالاشياء. فهلا ريان عم نسوي البيض وهي جهز. أكل بيض مع فانتا، وأكثر إشي إنه أنا ما بحبش أكله مع شوكة وسكين، بس بحب أكله مع خبز، بس الخبز أنا أبيض أو هيك على البيض. في هون أناناس، أنا روان، روان ما بتحب المعلب، بتحب طلع عليكي. المهم أنا اخترت هون موز وتفاح، هو شوي أصفر شوي أخضر يعني بزبط، وخوخ وشوي شي بس وفانتا. أوكي الحين نبدأ ناكل. بدي اكل مع خبز، خبز ابيض مشكلة، حتى شوكة صفراء. بس شو نوع الخبز؟ ما قلت شي غير هدول فاخذتهم يعني. الحين قسم هالفرحة. هيك حضرني زيدك تسك، مش شوكة تمسك تفاحة. لا سامي بيجعوني. اوكي فهلا خلينا احط التنبيه. انا غلطت. اعطوني الدرع تبعتي. يا ريت لو جبتي بقطعه البرتقال. اسكت بيكون ما قوي ذا. انا حاخذ واحد من ذو. هاي بطعم اللي خالص. بعد ما كانتها اكلتها ترفعني البيض. زي الشمس. ما ضل عندي. عندي نقطة صغيرة. فهلا جبنا هون كريم كراميل وجيلو. عنا هون كمان فواكه، عنا موز، عنا باينابل، وعنا هون تفاح، وعنا برقوق. ايش اسمه؟ برخوخ. ما بعرف اللي هو. في ملح هون؟ في؟ اوكي. انا حقسم عشان ما احكي كل هذا. عشان نقسمها. تفاح طيب. مين الملح؟ الملح ما لازم يكون اصفر، مو لهالدرجة. صح. حطيت ملح؟ نعم. حطيت ملح. ليش الكاسة لونها ابيض؟ وهلا حناكل الجلو الاصفر. لوان عادي اخذ ايفادك كانه سيفتي. بدي احط ايفادك بدموع. هيو احنا ما بنحبه كثير فيها بس حنجربه. شو عم بتسوي؟ عم نخطي نتحرك. زي شو طعمه؟ ليمون. اليوم انا ودوار حاولنا ناكل كل شيء عندنا يا اصفر، حاولنا ناكل كثير بس ما اكلناهم كلهم. فهذا كان فيديو اليوم. اذا حابب لايك سبسكرايب كومنت شير شاركوا. باي، بنشوفكم فيديو جديد.